هناك 6 شعب في امتحان شهادة البكالوريا، هذه الشعب شهدت كلها تطور إيجابي بدون استثناء. وأقول بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة بلغت نسبة النجاح في هذه السنة 58.2% مقابل 52.6% في السنة الفارضة. بالنسبة للغات الأجنبية بلغت نسبة النجاح في هذه الشعبة 74.7 مقابل 67.78% في السنة الماضية. بالنسبة لشعبة سير الاقتصاد وهي التي شهدت تقدما ملحوظا ومحمودا كذلك، هنا في هذه السنة بلغنا، وهذه الشعبة وأنتم تعرفون الشعبة والتي كانت تعاني من بعض الضعف في نسبة النجاح، هذه السنة بلغت هذه النسبة 51.1% مقابل 38.09% في دورة 2020. بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية وهي أكبر شعبة والتي بها أكبر عدد من التلاميذ في التمدرس وكذلك في الامتحان المترشحين، بلغت نسبة النجاح في هذه الشعبة 60% مقابل 56.97% في السنة الماضية. بالنسبة لشعبة الرياضيات نسبة النجاح في هذه الشعبة بعنوان بكالوريا 2021 بلغت 84.10 مقابل 80.22 في سنة 2020. وأخيرا بالنسبة لشعبة التقني الرياضي بلغت نسبة النجاح في هذه الشعبة 67.3% مقابل 58.48%